بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم موضوعنا راح يكون نبذة عن قراءة المخططات. طبعا هي بداية مهمة لدورتنا، لأنه راح نتعامل مع الأوتوكاد والمخططات الموجودة على الأوتوكاد. حتى لو كان المخطط اللي راح نتعامل معه بسيط، لكن مش غلط لو عملنا لمحة بسيطة عن قراءة المخططات. طبعا قراءة المخططات بصراحة يعني بتحتاج لممارسة، يعني حتى لو اعطيناك النوتس او الملاحظات الرئيسية المتعلقة بالمخططات، لكن يعني صدقا قراءة المخططات تحتاج الى ممارسة. وكثير مخططات احيانا انت ما بتقدر تفهمها الا لما يكون معك المعماري اللي هو رسمها. فان شاء الله احنا بنحاول نعطي الموضوع بشكل مبسط، وان شاء الله نكون موفقين. طبعا هاي النوتس تتعلق بقراءة المخططات، اللي هو الرسم الإنشائي والمعماري. يعني من العنوان مبين إنه أنا في عندي مخططات إنشائية وهي اللي بيعملها المهندس المدني، وفي عندي مخططات معمارية واللي هي اللي بيرسمها المهندس المعماري. طبعا والنوعين مختلفين تماما ولا لهم علاقة حتى ببعض، وإن شاء الله نوضح الفروق فيما بينها. طيب طبعا في عندي هنا مجموعة ملاحظات لازم في البداية لو قرأناهم ووضحناهم مع بعض. في البداية كاتبين انه لتنفيذ اي منشأ لابد من التعاون ما بين المهندس المعماري والمهندس الانشائي اللي هو المهندس المدني، وذلك لرسم اللوحة التنفيذية. يعني انا بالبداية او بالنهاية عفوا، العامل الموجود في الموقع ما بهمه اذا كان المخطط معماري او انشائي او مدني، وانما اللي بهمه انه يكون معه مخطط ينفذ عليه، وهي ما يسمى باللوحة التنفيذية. وفيها تفاصيل طبعا كثيرة تتعلق بالموقع، وحتى نرسم هاي اللوحة التنفيذية لابد من وجود تعاون ما بين المهندس المدني والمهندس المعماري. طبعا اول اشي المساح من قسم المدني يقوم برسم المسقط الأفقي للأرض اللي بننفذ عليها المشروع. يعني هو أكيد طبعا في له زيارة ميدانية لموقع المشروع، ويقوم برسم حدود الأرض المراد بناء المشروع عليها. بعدين المهندس المعماري بيأخذ هاي اللوحة من المساح ويبلش يرسم عليها المبنى، ويقسم هذا المبنى إلى غرف وإلى مكاتب حسب طبيعة المنشأ اللي بدنا نبنيه على القطعة الأرض هاي اللي قام المساح برسم البلان أو المسقط الأفقي لها. طبعا في عندنا مجموعة مصطلحات أنا حابب أوضحها من البداية، اللي هو مثلا البلكونات. وأي مخطط شفت كلمة اللي هو التراس، هاي هي عبارة عن بلكونات. وطبعا المعماري بيحدد تقسيمة الغرف، أماكن الأبواب، أماكن الشبابيك، وحتى الأثاث هو بيقوم برسمه المهندس المعماري. طبعا هاي الجملة هي أهم جملة موجودة، أو بتوضح الفرق ما بين نظرة المهندس المعماري ونظرة المهندس المدني. يعني وإن شاء الله إنه نقدر نوضحها ونكون موفقين في توضيحها. هسه الفرق ما بين نظرة المهندس المدني والمهندس المعماري تتلخص بالتالي: إنه المهندس المعماري يقطع في منتصف الغرفة أو في منتصف الدور أو في منتصف الطابق. كل المصطلحات نفس الشيء نفس الشيء، وينظر نحو الأسفل. أما المهندس المدني يقطع في نصف الدور وينظر نحو الأعلى. يعني هسه أنت لو الغرفة اللي أنت متواجد فيها نظرت نحو الأعلى، هاي نظرة المهندس المدني في المخططات. لكن لو أنك نظرت نحو الأسفل هي نظرة المهندس المعماري. يعني بمعنى المهندس المعماري في مخططاته بيرسم الأثاث، بيرسم أماكن الشبابيك، حتى أماكن بتلاقيه في مخططاته بيرسم أماكن الكنب أو أماكن المقاعد. فليش؟ لأنه هو بيقطع في نص الغرفة وبينظر نحو الأسفل. لكن المهندس المدني ما بيرسم لا أثاث، ولا بيرسم كنب، ولا بيرسم أي شبابيك ولا أبواب حتى، لأنه بيقطع في منتصف الدور وبينظر نحو الأعلى. وهي راح نوضحها بالصور إن شاء الله بعد شوي. طبعا هسه يأخذ المهندس الإنشائي اللوح المعمارية ويبدأ في وضع أماكن الأعمدة، ثم يرسم الكمرات. إيش الكمرات؟ هي البيمات. بمعنى إنه أنت كمهندس مدني بتجيب المخطط من المهندس المعماري،
هسا المهندس المعماري احيانا بيكون مقترح عليك اماكن للاعمده، يعني هو في مخططاته بيكون موضح لك الاماكن المقترحه للاعمده، لكن مش دائما بيكون موفق في توزيع الاعمده. فانت كمهندس مدني ممكن تعيد توزيع الاعمده، لكن بشرط لازم تضع الاعمده بشكل ما يتعارض مع المهندس المعماري. يعني مثلا تروح تحط العمود في مكان وجود باب او في مكان وجود شباك، فهذا بيخرب شغل المهندس المعماري. بالتالي احيانا لابد من وجود تعاون ما بين المهندس المدني والمهندس المعماري اثناء اسقاط الاعمده على المخططات. طبعا ايش الكمرات؟ هي البيمات. يعني هسه حتى البيمات المسؤول عن وضع البيمز هو المهندس المدني وليس المهندس المعماري. في اماكن الحوائط ويكتب الابعاد عليها ويبين اللي هو، هسه طبعا كلمة بلاطات هي ايش؟ هي السلابات. يعني هسه المصطلحات، اذا سمعت كلمة كمرة هي البيمز، البلاطة وهي السلاب. طبعا لانه اغلب المراجع اللي رجعنا لها هي من مهندسين او دكاترة مصريين، وطبعا هي شفناها هي الاوضح حتى نوضح الافكار اللي ببالنا، لانه مكتوبه باللغه العربيه اولا، وفي صور بثلاثيه الابعاد ممكن تسهل علينا عمليه الشرح. ويكتب عليها التخانات. ايش التخانات؟ اللي هي السمك، يعني الثيكنس، السمك او الثيكنس. يعني المخطط المهندس المدني بياخذ المخططات من المهندس المعماري وبيبلش يرسم الاعمده ويرسم البيمات على المخطط المعماري، وبيبلش يحط الثيكنس المناسب لكل سلابة زي ما تعلمنا في مواد الار سي 1 والار سي 2، وممكن نوضح هذا الموضوع لاحقا في موضوع خاص اسمه الثيكنس. طبعا هسا المسقط الافقي الانشائي، بمعنى انه هاي الجملة هاي بتوضح لي نظرة المهندس المعماري، لكن هذه الجملة بتوضح لي نظرة المهندس المدني. ايش بيحكي؟ المسقط الافقي الانشائي اللي هو الاستراكشرال بلين يقطع فيه المهندس الانشائي او المهندس المدني في الافقي، يعني في 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 الغرفه في منسوب نصف الدور، بمعنى في منتصف الغرفه، وينظر لاعلى، وينظر لاعلى. طيب طبعا خلينا نوضح هذا في الصور اللي هو هاي. هسه انا لو عندي هذا، هاي الغرفه البسيطه، اذا بنلاحظ هذا الخط الاحمر المهشر او هذا المستوى، هذا عباره عن قطع في منتصف هذه الغرفه، هذا قطع في منتصف هذه الغرفة. هسا المهندس المعماري ينظر نحو الأسفل، يعني بيقطع زي ما احنا ملاحظين في الصورة المجاورة وبينظر نحو الأسفل. ايش راح يشوف؟ طبعا راح يبين معه مكان مثلا الباب، اماكن الشبابيك، هذا الشباك اللي هو هاي موجود هنا في رسمة ال 3D، وحتى الدرج الموجود امام الباب راح يبين معه، وحتى الاثاث الموجود في الغرفة راح يرسمه المهندس المعماري. تمام. نشوف اذا في هنا ملاحظات. طبعا هاي اللي هو انواع المباني راح نحكي عنها لاحقا، لكن كنبذة مبسطة. هسه المباني بشكل عام تقسم الى قسمين، مباني هيكلية، وفي عندي مباني محمولة على الحوائط. ايش معنى، ايش الفرق بين الاثنين؟ المباني الهيكلية هي عبارة عن مباني محمولة على اعمدة و اللي هو قواعد اعمدة وبيمات، قواعد اعمدة بيمات وسلبات، اللي هو العناصر الانشائيه الرئيسيه اللي احنا اخذناها في مواد الاستراكشر ومواد الار سي 1. لكن في عندي احيانا وخاصه في مناطق القرى بنلاقي انه كثير من المباني لا يوجد فيها اعمده، وانما يوجد حوائط، يعني بمعنى انه يقوم برفع المبنى او تحميل المبنى على حوائط وليس على اعمده. يعني اذا طلعت انت على مبنى وما لقيتش فيه ولا عمود، اعرف انه هو مبنى محمول على حوائط وليس على أعمدة. طبعا هذا كل نظام له فوائد وله حسنات، لكن النظام الأكثر استخداما هو النظام الهيكلي، اللي هو أنت بتقوم برفع المبنى على أعمدة وعلى بيمات وعلى سلابات، يعني اللي هو النظام الاعتيادي. وهي طبعا سيتم توضيح هذا البند في موضوع النظام الإنشائي. طبعا هاي زي ما حكينا احنا، هاي نظرة المهندس المدني، المهندس المعماري عفوا، ينظر نحو الاسفل. طبعا هو ايش كاتب لي؟ هسه في اي مخطط انت راح تلاقي سنتر لاين او بسموها الجريد لاين. هاي الجريد لاين يتم رسمها بناء على موقع الحوائط. يعني اذا بنلاحظ انا مش في عندي حائط، هذا الحائط، وهذا في عندي حائط هون، وهاي في عندي حائط هون، وفي عندي حائط هون. يتم رسم خط في 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 سنتر هذا الحائط، تسمى بالجريد لاين. يعني هي لو فتحنا على مخطط، طبعا راح يتم شرح هذه المخططات ان شاء الله لاحقا بالتفصيل. اذا بنلاحظ هذا الخط الاحمر،
اللي هو انا المعلم عليه حاليا، هذا عباره عن سنتر لاين مرسوم في منتصف حائط. يعني لو لاحظنا طبعا، هاي هذا الخط الابيض هذا والخط الابيض المجاور، هاي عباره عن حدود حائط، هذا عباره عن حدود حائط. الخط الاحمر اللي في المنتصف هذا عباره عن سنتر لاين في مركز الحائط، سنتر لاين في مركز الحائط، وبرضه كمان هذا عباره عن حائط موجود في سنتر، مرسوم في سنتر لاين، هذا عباره عن حائط مرسوم فيه برضه كمان سنتر لاين. طبعا راح نوضح هذا كمان بالصور لاحقا. يعني هاي الحوائط اللي عندي، طبعا يتم تمثيل الحائط بخطين غالبا بيكونوا باللون الابيض، لانه حائط خرساني، يعني اي شيء مكون من الخرسانه باللوحه الانشائي يتم تلوينها باللون الابيض، او حتى في المهندس المعماري يقوم بنفس العمليه غالبا. طبعا الحوائط بتعتمد على البلوكس المبنيه منها. يعني انا مثلا الحوائط الموجوده في الخليج مثلا غالبها مثلا بتلاقيها 20 سنتي. هسا ال20 السمك، يعني بمعنى السمك الحائط بتلاقيه 20 سنتي، اللي هو المسافة ما بين هذا الخط وهذا الخط بتلاقيها غالبا 20 سنتي. هذا بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على عرض البلوكة، اللي هو طريقة بناء الحائط هي من الطوب. اوكي، اذا بنلاحظ اذا عندك عرض الحائط انت 12 سنتي، غالبا يتم استخدام نصف طوبة. يعني اذا انت لقيت حائط بعرض 12 سنتي، 12 سنتي صراحة صغير، لكن في مصر كثير بيتم استخدام الحوائط ال 12 سنتي. هاي بيكون مستخدمين، يعني هاي طوبة كاملة، هاي طوبة كاملة، هاي عبارة عن نصف طوبة. هون لا، هون حائط بعرض 25 سنتي. بالأردن كثير من الحوائط 25 سنتي و20 سنتي، فهذا يعتمد على اللي هو عرض البلوكة المكونة للحائط. إن شاء الله تكون الأمور واضحة إلى الآن. طبعا نرجع إلى المخطط المعماري، كاتبين إنه في المسقط الأفقي المعماري يتم تهشير العناصر المقطوعة التي تحمل المبنى. يعني لو رجعنا لنفس المبنى اللي عندنا هذا، أو الغرفة المبسطة هاي، مش إحنا قطعنا في نصف الدور؟ بعد ما قطعنا في نصف الدور نظرنا نحو الأسفل. طب إحنا تعلمنا في مواد الرسم إنه الجزء المقطوع غالبا يهشر، أو مش غالب، هي قاعدة عامة، الجزء المقطوع يهشر. طب إيش معنى إحنا هون قمنا بتهشير فقط الأعمدة، اللي هو هاي إذا بنلاحظ هي اللي هو المنطقة المهشرة، هاي المهشر هذا اللي هي المستطيلات، هي عبارة عن أماكن وجود الأعمدة. طب أنا ليش قمت بتهشير فقط الأعمدة مع إني كمان قطعت الحائط؟ لا، هو كاتب لك الملاحظة هون، كاتب لك فقط إحنا بنهشر العناصر المقطوعة الحاملة للمبنى. إيش معنى كلمة الحاملة للمبنى؟ ركز معي هسا، مش أنا في عندي هون فوق سلابة، هاي السلابة مش محمولة على الحوائط. يعني أنت الحوائط الموجودة في غرفتك هاي ليس لها وظيفة إنشائية، يعني في حمل المبنى، يعني إحنا بنعتبر عليها في أثناء التصميم بنعتبر إنه هذا الحائط ليس عليه أي حمل، ليس عليه أي حمل، وإنه كل الحمل ذاهب فقط إلى الأعمدة. يعني فقط الحمل منتقل للأعمدة اللي هي موضحة في الشكل اللي هو المهشر. مشان هيك هو ايش كاتب لك ملاحظة، انه فقط يتم تهشير الجزء الحامل للمبنى. فانت بتسأل نفسك هل الحائط هذا يحمل المبنى، او يحمل الطابق الاعلى منه، او السلابة اللي فوقي؟ لا، هو لا يحمل. احنا بنفترض ان الحائط ليس له اي قدرة على حمل اي عنصر انشائي اعلى، فقط احنا بنحمل البلاطة او السلابة زي ما اتفقنا على الاعمدة فقط لا غير. ان شاء الله تكون الامور واضحة. طبعا هاي شكل العمود، العمود يرسم بمستطيل وداخله تهشير. لو رجعنا إلى مخطط هاي، هذا اللي هو أنا الخط اللي ضغطت عليه عبارة عن عمود وداخله تهشير، كلنا بنعرف التهشير كنا نعمله في زاوية 45 درجة أو ما شابه. كل أماكن الأعمدة إذا بنلاحظ، هاي عندي عمود مرسوم بخط مستقيم ومهشر، واذا بنلاحظ انه الحائط اللي بجنبه اللي هو الخطين البيض هذول مش مهشرات، لانه احنا حكينا بنفترض بانه بس الاعمده هي الحامله للبلاطه او السلاب العلويه وليس الجدار. طبعا اذا بنلاحظ كيف اليه رسم الجدار، احنا وضحناها.
هسه الجهه بيقول لك الحوائط مقطوعه ولن تهشر، اذا سوف ترسم بخط ثقيل. هاي شكل رسم الحوائط، يعني يرسم بخطين. يعني انا لو عندي حائط، هي اللي هو حائط على شكل ال اللي هو في زاويه الغرفه مثلا، كيف يرسم في مسقط المعماري؟ يرسم بهذا الشكل اللي هو الشكل الموضح المبسط. طبعا انا هون في عندي حائط، هاي طبعا البروز هذا غالبا بيكون بسبب وجود باب. يعني انا في عندي باب في هذه المنطقه، فاضطريت اوقف الحائط عند الباب هذا. فانا كيف يرسم الحائط في هذه الحاله؟ اللي هو اطلع عليه انت نحو من الاعلى، اطلع عليه من الاعلى، فهي اللي هو على شكل تي زي ما هو موضح. ولو رجعنا الى مخطط معماري حقيقي، هاي اذا بنلاحظ انا في عندي هون ايش، هاي عمود، وهذا العمود ملتقى ثلاث جدران، ملتقى ثلاثة جدران. يعني أنا لو أجيت بدي أعمل، مشان نوضح الفكرة، اللي هو لير ايزوليت، أوكي، اللي هو هذا أنا عبارة عن عمود، وهاي عندي ثلاث جدران. العمود يعني يقع في ملتقاها. اذا بنلاحظ انه رسم الجدار عبارة عن خطين متوازيين. طبعا لو طلعنا، لو بدنا نعرف السمك تبع الجدار، هاي 12 سنتي، اذا هذا حائط نصف طوبة، اذا حائط نصف طوبة زي ما اتفقنا. هاي رسمة الحوائط للمبنى، اللي هو اللي حكينا الموجودة في اللون الابيض. اللون الازرق انساها، هذا مش حائط. طبعا اي عنصر انشائي موضحناه حاليا راح نوضحه لاحقا. نرجع للنوتس. طيب طبعا بالنسبة لأماكن الشبابيك، لو رجعنا للمبنى اللي عندنا أو الغرفة، احنا قطعنا في نصف الدور، وإذا بنلاحظ إنه القطع اللي عندنا اللي هو شمل مكان تواجد الشباك، صحيح؟ صحيح، اللي هو إذا بنلاحظ هاي الشباك أنا قطعته. طب أنا مش بدي أنظر عليه من الأعلى، طيب كيف بدي يطلع شكله معي في المخطط؟ هاي انا عندي هاي الشباك بعد ما قطعته. طبعا هذا المخطط المعماري، المخطط المدني الشبابيك ما ببين فيها، لانه انا قاعد بقطعه وبطلع نحو الاعلى. اذا بنلاحظ هاي ببين الشبابيك اللي هو بهذا الشكل. طبعا هاي تفصيلة الشباك اللي هو هاي الخطوط المرسومة، في لها انواع حسب نوع الشباك الموجود، هل هو شباك سحب او شباك ثابت زجاج، فمش مش قضية يعني راح نختلف عليها، لكن المهم انك انت مبدئيا تعرف كيف شكل مبدئي للشبابيك اللي ممكن تكون في مخطط المعماري. طبعا لو اجينا نطلع على شبابيك، لو شفنا هذا المخطط لإحدى المدارس، طبعا إن شاء الله إنه نقدر نشرحه لاحقا. هاي هذا عبارة عن عمود زي ما اتفقنا، هذا عبارة عن عمود، هذا عبارة عن حائط، هذا عبارة عن حائط، لكن الحائط ما استمر، ليش؟ توقف عند الشباك. يعني أنا في عندي شباك هون، وحكينا الحائط عند، يعني إحنا بنعرف إنه في منطقة الشباك الحائط بيكون مجوف، في منطقة الشبابيك الحائط بيكون مجوف، فمشان هيك إذا بنلاحظ إنه الحائط توقف عند حفة الشباك، وهنا برضه من الحفة الثانية استمر الحائط نحو الجهة الأخرى. فهو كاتب لي W يعني ويندو، إذا بنلاحظ إنه هاي الويندو وهاي ويندو موضح بهذا الشكل. طب بالنسبة للباب برضه كمان نفس القضية، لو رجعنا للمبنى اللي عندنا، انا برضو كمان قطعت، وهي اذا بنلاحظ بدي اطلع نحو الاسفل بدي يظهر عندي الباب. طيب كيف بدي يظهر عندي الباب؟ مش انا في عندي هاي حائط اللي هو هاي الحائط من الجهة هاي، وهون في عندي تكملة الحائط، لانه الباب بيكون على الحائط على جنابه، يعني لانه عند منطقة الباب الحائط امتدادها يتوقف. طبعا هاي الخط هذا، هاي بسموها ايش، درفة الباب، او اللي هو نفسه الباب يعني من الاعلى لو طلعت عليه، هو خط رفيع اللي هو سمك بسمك الباب تقريبا. هسه بالنسبة للخط هذا، هذا عبارة عن مجرى الباب، يعني كيف بسكر وكيف بفتح. يعني هسه مش هذا الباب، انت لو اتبعت المسار هذا الباب سكر، طب لو رجعت للبداية الباب فتح. فانت اذا شفت هذا الشكل، هاي عبارة عن اللي هو هاي مسار الباب، حتى لا نرسم عفش هنا، يعني بمعنى انه المعماري بحط هذا المسار حتى ما بالغلط يجي يرسم مثلا كنب او يحط فرش في هذه المنطقة. يعني انا ما عمري شفت باب وحاطين عنده كنباي، فهو حتى يعرف هاي النقطة، او حتى هو ينتبه لهاي النقطة وما يغلط ويحط عفش في منطقة فتح واغلاق الباب، برسم هذا المسار
لحتى يبين عنده انه والله انا اذا رسمت هون عفش راح يخترق مسار الباب. اوكي، طبعا في المخطط زي ما حكينا، لو رجعنا لمخطط المدرسه، هاي باب، طبعا هذا لاحظ هذا باب من داخل الصف، هاي غرفه صفيه، هاي عباره عن غرفه صفيه، هاي كلاس روم. اذا هذا طبعا الجدار زي ما شايف كمراجعه سريعه، وهاي عباره عن الاعمده، وهاي عباره عن هذا عباره عن الشباك، وهاي الجدران، وهذا الباب، هذا خط سير الباب اللي هو هاي عباره عن الباب نفسه، وهذا خط لو بدك تسكره ولو بدك تفتحه اللي هو اغلاق وفتح الباب، اغلاق وفتح الباب، خط سير اغلاق وفتح الباب.